عند الفدائي والشرس احمد قطميش على مستوى القائم الايسر يلعبها قطميش. جول 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 جول. العناب الجميل، العناب المثير، العناب القادم بقوة من اجل البقاء في دور المحترفين. جول 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 ياتي لكتيبة الساجدين الطموحين المقاتلين رجال الشوربجي يباغتون فرسان البيري. هو قطميش بيسراه لعبها ومن ثم نديم بالرأس ياتي بهدف، ياتي بفرحة عنابية كرمية. يا لها من راسية. ماذا تفعل دفاعات البيري وكامل كناني في اللعبة الماضية؟ لا توجد مراقبة. نديم ارتقى، نديم سجل وتقدم، والعنابي جول، العنابي هدف، والبيري لا شيء في مباراة الجولة 15 من المحترفين. واحد واحد. وقبل كل ذلك تعادل سلبي حصل بين براطة خطيرة يا ابو خديجي في اليسار. جول 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 للفرسان، جول للفرسان. يعاقبون العنابي ويسجلون هدف التعديل وفرحة بيراوية. مباراة النفس، شوف تمريرة ابو خديج الكابيتانو، حطها حط وضعها في زاوية صعبة، حاول حمادة خليفي ولكن الكرة وضعت في الشباك، في الشباك. عادوا رمية جانبية، محمد خليل رأسية الدر وخطرة قتال جول 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 جول. لا تأمنوا، لا تأمنوا الفرسان، لا تأمنوهم. عادوا 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 وسجلوا جول عن طريق الأصلع عبيد الهريني، يسجل هدف ثاني في المباراة، هدف ثاني له وللبيري. فرحة، بسمة واحتفالية. اوه على ريمونتادا، شوف الخطف الابعاد من الطبال. اه يا طبال، اه يا طبال، اخطأت في التشتيت، اخطأت في الابعاد. عاقب عبيدة، عاقب عبيدة وسجل ثاني الاهداف. رمية جانبية كانت محمد خليل، رأسية ابو خديجي، هو الاسيست، هو الاسيست عن طريق ابو خديجي، والتسجيل عن طريق عبيد الهريني. هدفين للبيري.